قال الإعلامي العربي علاء الدين حافظ من صحيفة الرؤية الإماراتية إن الرئيس شي أشار خلال كلمته إلى أن دول العالم تشبه ركابا على متن سفينة كبيرة، فهم يشتركون في مصير واحد، لذا عندما تبحر السفينة في البحر الهائج نحو مستقبل مشرق لابد لركابها أن يتساندوا ويعاضدوا بعضهم البعض، وأن أي محاولة لرمي أي أحد منهم إلى البحر أمر غير مقبول. وأكد علاء الدين حافظ أن أقوال الرئيس شي هذه تركت في ذهنه انطباعا عميقا. أعتقد أن العالم في هذه اللحظة في أحوج ما يكون للتعاون والتكاتف. العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لم يمر بتحديات مصيرية مثل التي يمر بها الآن. بدأت التحديات المصيرية التي تواجه العالم بجائحة كوفيد-19، ورأينا أن هذه الجائحة أصابت العالم بشبه شلل تام في كافة مناحي الحياة، سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية. التشبيه اللي شبهه النهاردة الرئيس الصيني بأن العالم كله في سفينة واحدة، أعتقد أنه هو تشبيه بليغ، تشبيه يجسد المشهد العالمي. لابد للعالم في هذه اللحظة أن يعمل سوياً حتى يكون طوق النجاة للجميع.